بحييكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعوا الحل عنا عبر الـ MTV. للأسف أعلن اليوم عن وفاة حالة تانية جراء الكورونا. هو يعمل في التعليم المهني، اسمه مارون كرم، وعائلته اليوم هي بالحجر الصحي. طبعا نحن نتقدم بالتعزية ونتمنى الشفاء لكل اليوم يلي موجودين بالحجر، إن شاء الله بيطلعوا كلهم سالمين. وحسب وزير الصحة، قطار المستشفيات لتجهيز المستشفيات الحكومية انطلق، ومنذ بعض الوقت تغرد أمين عام مجلس الوزراء على تويت محمود مكي بيقول: بانتظار توصيات اللجنة التقنية التوجه اليوم للطلب من الإدارات كافة وضع جداول مناوبة بالحد الأدنى من عدد الموظفين بما يؤمن السلامة العامة ومقتضيات الوقاية من جهة، وإنجاز المعاملات التي ترتدي طابع العجلة من جهة مقابلة. ونحن أكيد بانتظار اجتماع الطارئ يلي رح ينعقد اليوم الساعة 4 بعد الظهر في السراي الحكومي، ومن المتوقع أن تتخذ إجراءات صارمة بعتقد بموضوع تداعيات الكورونا في لبنان. هلأ اليوم هناك من يقول رح تتوقف المولات وما رح يكون في حالة طوارئ، هذا يلي عرفته عامي، ولكن ممكن يكون في إجراء لبعض الأماكن يلي من المفروض أنه تتوقف. بكل الحالات اليوم كمان صار في بعض البلديات أخذت قرارات، منهم بلدية جبال بناء كمان لقرار الأمين العام لمجلس الوزراء إقفال مراكز الترفيه وكل المراكز الاجتماعات والمقاهي وغيره. يعني اليوم عم بيكون في مسؤولية عم تتخذ، ونحن هلأ بسياق الحلقة اليوم رح نعطي بعض التفاصيل. بداية معلومة: بداية مع وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين يلي صدر عنهم جدول جديد على الموقع عن بأسماء المستفيدين. جاء فيه صدر جدول بأسماء المستحقين من أصحاب الملفات خارج قرى المصالحات، يتضمن أعمار أصول وترميم متضرر من الأقدم إلى الأحدث من حيث الجهوزية في الصندوق، والتي أعيد الكشف عليها وأصبحت جاهزة لقبض التعويض، على أن يتبع جدول آخر الأسبوع المقبل. للتذكير، موقع الوزارة هو www.ministryofdisplaced.gov.lb. على كل حال نحن عم نحط على الشاشة الموقع حتى لأنه الكل من خلال هالموقع رح يعرف إذا اسمه نازل ولا لا. كمان بمعلومتنا لليوم، وزير المال اليوم أصدر كمان قرار وأعلن أيضا عن جدول للمعاملات بواسطة البريد الإلكتروني، خصوصا بكل ما يتعلق بالدوائر العقارية وغيره. ونحن رح نحط التابلو، ما بعرف قديش أنتم بتقدروا طلقتوا منه الميلات يعني هيدا الويب سايتات. ولكن كمان اليوم وزير المالية كمديرية عامة للشؤون العقارية ودائرة التملك غير اللبنانيين رح تمتنع عن استقبال المراجعين وطلبات أصحاب العلاقة من تاريخ 11/3/2020 حتى إشعار آخر لتجنب انتقال مرض الكورونا وتفشيه، على أن يصار إلى استقبال كافة الطلبات وتسليمها فقط عبر بريد لبون بوست من خلال المندوب المعتمد. وهيدا التابلو يلي حطيته هي كل الدوائر التابعة للمالية يلي اليوم إذا في أي معاملات عم ينطلب تنعمل بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بكل دائرة من الدوائر. من المسؤول؟ مدام نوال نصر، يعطيك العافية. حضرتك رئيسة، شكرا، حضرتك رئيسة رابطة موظفي القطاع العام الإدارة العامة. وامبارح كان عندكم تمني على الإدارات العامة إيقاف العمل حاليا لحين ما يتم طبعا انه تعقيم
الدوائر وبالوقت ذاته، كمان حفاظا على سلامة الموظف والمواطنين يلي كمان اليوم عم بيروحوا صحيح. على هالدوائر هيدي، ولكن صحيح. للأسف قالوا لي اليوم انه النافعة ما سكرت، ما بده يسكرها المسؤول اليوم عن ادارتها، ما بده يسكر النافعة والميكانيك اليوم ولا الضمائر، يعني ما بعرف هون كمان مين بيتحمل المسؤولية، إذا بيتحمل أستاذ أيمن عبد الغفور، إذا بيتأمنها بيتأمن لها، ما بعرف إذا بيحملها ما بعرف. الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. اللي بدي أقول لك إياه إنه أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي أبدا، ونحن كمان إن شاء الله ما نكون تأخرنا، مش بس الحكومة والمدراء العامين والقيمين على الإدارات، تأخرنا كثير لناخذ قرار الإقفال. ويبدو انه استاذ ايمن عبد الغفور وكمان في كذا مدير عام مثله اتخذوا هذا القرار بمنع الموظفين من الدفاع عن نفسهم عن حياتهم. بالاضرابات العاديه مسموح للاساتذه المماثلين انه يتخذوا هيك قرارات ويجبروا الموظف يجي على الاداره، بس هيدي بهيدي الحاله او بهيدا السبب الكورونا، هل مسموح لهم انه يجبروا موظف يجي يعرض نفسه للمرض ويجبروا المواطنين اللي بدهم يتلاقوا معه وعياله ويجبروا البلد كله انه ينتشر المرض يعني بسبب انه هو طلع بباله؟ لقلك شغله، نحن اخذنا القرار يعني من بعد كثير محاولات طبعا لانه تضبيط الوضع، نحن ما بنقدر يعني مش هادفين لتسكير الاداره العامه، بس اذا بدنا نقارن بين تسكير الادارات العامه لو بشكل كامل وبين انه البلد كله تتسكر بسبب الكورونا ويصيروا يشيلونا على الشبك مثل ما عم بيشيلوا بالصين، او نصير مثل الدجاج الممرود يتلف وينزت بالمقاصل، نحن في بلدان وصلت لهالحد، هل بيتحمل استاذ عبد الغفور او حيغيره هيدي المسؤوليه من موظفينه؟ من هيك من هيك مسؤوليه بتنتج لناس كتار اكيد، بس نحن ما بدنا نحكي مسؤوليات هلا. اكيد مدام نوال، اكيد يعني كاليوم كموظفي اداره عامه بعتقد انتم بينكم كان تمنيتوا تعقيم الادارات العامه، وهيدا الشيء ضروري يكون، بدون تمني لازم يكون الزامي، وتوفير مواد التنظيف والتعقيم، وقف العمل بآلات البصم مؤقتا، وضع عوازل لكل مكاتب الموظفين يلي بيستقبلوا، طلب من المواطنين استخدام البريد الالكتروني. ايه صحيح، نحن بشكر وزير المال اللي كمان مشى البريد الالكتروني ومشي من زمان، بس قلنا نحن كثير بالدوله اللبنانيه بنعمل مؤتمرات وندوات وورش عمل بالحكومه الالكترونيه، وبعده مش كل الادارات قدرت تنفذها، ما بعرف ليش، لانه نحن بلد دراسات مش بلد تنفيذ يعني بصراحه. بده يعذروني اللي عم يسمعوا، بس اجراء مشكور هي هلا، واجراء مشكور كمان من قبل رئاسه مجلس الوزراء، ولا متاخرين جدا انه اليوم عم يبحثوا هذا الموضوع، مش لانه هم ما بدهم يعالجوا، انا بعرف هالشيء، بس في اسباب، في اسباب يمكن ماديه يمكن تنظيميه ما بعرف شو، بس انا اللي بدي اقوله لهم انه خسارتنا بتسكير الادارات العامه او القطاع الخاص حتى، وخسارتنا بتعقيم الادارات وبتامين الاجهزه التعقيم والادوات اللازمه هي اقل بكثير من خسارتنا بالناس والبشر. ما بدنا نكون بشكل غير مباشر عم ننفذ نظريه مالتوس اللي بتقول حرب جرثوميه للتقليل من حجم البشر والحفاظ على نسبه لازمه من الغذاء. يعني شو بدي اقول لك، الحرب الجرثوميه وقعت بشكل او باخر، بشكل مقصود او غير مقصود، بس علينا بالبلد نحافظ على نفسنا منها. نحن ما بنقدر اليوم نخاطر بحياه المواطنين اكيد، بس مدام نوال انتم كموظف كرابطه يمكن يعني اليوم اذا كانت الاداره ما بدها، هلا اليوم امين عام مجلس الوزراء بالتويت يلي عمله بين عم بقول ينعمل مناوبه، يكون في الا طالبين على المناوبه مؤقتا المناوبه بتوفر اقتصاد الموظفين 100%، المناوبه لحالها ما بتكفي 100%، المناوبه بده يكون معها الاجراءات اللي نحن طلبناها اللي بتحد من التواصل بين الموظف والمواطن اكيد، وبالتالي بين المواطن الموضوع وبين عائلته، اذا أصيب هو أو الموظف، وبالتالي بتخفف من انتشار المرض. شخص واحد قدر ينشر المرض بظرف ربع ساعة بألف شخص، لما هو بيتواصل مع واحد بيتواصل مع 100 يعني 100%، كلنا بنعرف 100%. على كل حال انتم اجتماعاتكم مفتوحة، نحن اجتماعاتنا مفتوحة لمتابعة تطبيق الإجراءات، وإن شاء الله يا رب إنه ما نضطر نروح على إقفال تام جدا إذا لقينا القصة وصلت لحدها،
نحن بدنا نتوجه لمجلس الوزراء من جديد انه ياخذ هذا الموضوع بما لديه من روح نحن مأملين فيها كثير. اكيد يعني نحن مأملين كثير برئاسه مجلس الوزراء الجديد. لا اخفيك انه نحن عندنا امل فيه، عندنا امل، عكس يمكن الناس انه يقولوا مش رح يقدر. لا باصراره على الشغل الصح، اوكي نحن عندنا امل، بس ما عندنا ثقه بالاجراءات اللي عم يعملها. نحن مدام نوال نحن كلنا لازم نعطي الامل، ولازم اهم شيء الحكومه تعزز الثقه. ما بقى تفضلي، بدي فوت بالبريك، تفضلي شو بعد عندك تقولي. بدي اضيف شغله انه نحن اتكلنا على المنظمات الدوليه دائما، لازم يكون هيدا الحد الادنى لعملنا. اتكلنا على منظمه الصحه العالميه، لازم نحن يكون عندنا اجراءات اضافيه اذا بلدنا بيلزموا هالاجراءات الاضافيه. ان شاء الله انه ما في شيء اضافي عندنا. نعم انا بدي اشكرك ورح ندخل على البريك وبعده نتابع. منتابع الحل عنا عبر الـ MTV من 3 أيام الأشرفية بلا مي، عم يتصلوا بشركة المي أو بالكول سنتر، ما حدا عم بيجاوب. حتى أنا اليوم حاولت الاتصال لنعرف ليه مقطوع المي، وفي بعض الأمور بدنا نستوضحها كمان، ما حدا جاوب، ما بعرف ليه. بالوقت ذاته عم بيقولوا أنه في عطل بدبي، فأنا بتمنى إذا في عطل وبده يمتد ينعمل بيان. عودتنا مياه بيروت وجبل لبنان يعملوا بيانات بهذا الموضوع حتى الناس تعرف حالها، لأنه هيدي قضية مي منا قضية يعني نقدر نغض النظر عنها. كمان بموضوع المي، المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي عمال المياه بالبقاع عملوا اجتماع طارئ اليوم، بحثوا الموضوع الصحي من بعد تفشي فيروس الكورونا وحفاظ على سلامة العمل والمستخدمين والمواطنين. قرر المجلس توقف عن العمل وعدم الحضور إلى المكاتب أيام الخميس والجمعة، وطلبوا من الإدارة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، تعقيم كافة منشآت المؤسسة خلال أيام التعطيل، كما طلبوا تأمين مواد التنظيف والتعقيم اللازمة، وقف العمل بآلات البصم، وضع آلات تعقيم على أبواب مراكز المؤسسة، على أن يستمر عمال الصيانة والمحطات بتقديم خدمات تأمين المي. بأخذ اتصال. ألو 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 بونجور. بونجور مدام، معك مدام سماحة من الأشرفية. أهلا مدام سماحة، تفضلي. بتمنى عليك في قصة الميكانيك. نعم عم نعم. نروح على المعاينة بالحداد. نعم في 4 أشخاص بيبدلوا ليراقبوا لنا سياراتنا لنوصل على الآخر للنتيجة. طب كيف نحن مع هالكورونا بدنا نأمن نسلم سيارتنا ونوقف بين هالعجقة؟ يمكن أنا أكون أو غيري ما بعرف. مدام هذا اللي عم بطلبه، يعني اليوم هيئة السير والميكانيك ما عم يقبلوا يوقفوا. نحن ما عم بقول يعني يا ياخدوا إجراءات أو يلتزموا بالحد الأدنى يعني بالموضوع، لأنه وين في تجمع، وين في كثافة حضور، إن كان بالضمان، إن كان بالهيئة السير، إن كان بالميكانيك، مفروض تتاخذ إجراءات اليوم قبل بكرة حفاظا على الجميع. هذا يلي عم نطالبه. أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله يسمعوا ويقدروا، لأنه ما بعرف مين بيحمل المسؤولية ساعتها عند لا سمح الله إذا صار شيء. بأخذ اتصال. ألو ألو تفضل. بونجور مدام ريك، معك سعيد الجواري. مدام ريك أنا عندي مشكلة كلنا يعني بقصة السجون. نعم. يعني وزارة الصحة ما بتطمننا، وزارة العدل ما بتطمننا، وبيئتنا معايير السلام يعني وزارة الداخلية كذلك العمل، ومنعين السيارات لهونيك، ونعرف نحن على إدارة كريمة إنه بتحط عن سجون ابتزاز غير طبيعي. فبنتمنى من القضاة يساعدونا بهالموضوع يخلوا سبيل العالم اللي قادر يختلط بالمجتمع، يعني ما يخلوا بيهم وضع اقتصادي كثير صعب، ممنوع زيارة لهونيك، وضع مأساة بقصة تفشي الفيروس هذا، كثير شغلات صعبة. فبتمنى منكم مساعدتنا بهالموضوع، القضاة يساعدونا بهالموضوع، يخلوا سبيل أولادنا، يطلعوهم من هونيك، ما يخلوا هونيك، ما يعملوا عفو، يحكموهم بعدين. هلا هذا موضوع اكيد القضاء بيبت فيه، يعني انا بالعكس انا بموضوع النظافه، بموضوع حالات المساجين اكيد مفروض يكون في بيان يطمن اهالي المساجين اذا الامور بخير ولا لا. اما هلا الموضوع يلي بتعلق ب انه تسريح السجناء وغيره، هذا موضوع قضائي بحت، يعني
ما بنسمح لحالنا أن نحن نبت فيه، أكيد هذا القضاء بياخد مجرى، ولكن مفروض كمان السجون ولا أي مكان مكتظ اليوم بلبنان مفروض اتخذ إجراءات التعقيم والنظافة والمسؤولية الاجتماعية. بياخد كمان اتصال. ألو. ألو. أهلا تفضل. بونجور. بونجور. لو سمحت بدي أحكي بموضوع تليفون ثابت اللي هو صار من أسخف الأمور عدم تصليحه. معك حق. عم بعاني من قطع عندي من تاريخ 26/12/2019 بالأشرفية. خط ثابت؟ خط ثابت عندي، نعم. يعني شو بدي أقول لك، مش عندك بس، ما بعرف كأنه يعني نحن أو عنا صيانة تليفون هاتف أو ما عنا. نحن عنا بس ليش ما عم بيصلحوا؟ لهذا اللي ما عم بعرف صراحة. عندك أنت وكتار يعني مش بس موسعى ببيروت أو بجبل لبنان، بالبقاع بالشمال عم يجيني من كل المناطق، ما مني عارفة لهلأ ليه صيانة أو إصلاح أعطال الهاتف الثابت ما عم بيكون بشكل فوري. بدي أسأل أرجع بالموضوع صراحة، حاولت كتير مرة الماضي أني أعرف شيء، كنت عم تابع موضوع الأجرة وغيره، بقى اليوم لازم نعرف ليش في صيانة تأخير بالصيانة. معك حق. بياخد اتصال تاني تالت. ألو. وي. تفضل. مدام ريبيكا. نعم. بدي أقول لك بخصوص البنك. البنك المصارف. ايه نعم. عم بيطالبونا بالسندات ونحن مكسورين. سندات شو اللي عندك ياهن انت؟ سندات مدعومة. مدعومة، ما طلع قرار التخفيض. ما منهم معتبرين انه هيدا حبر على ورق. حبر على ورق هيك قالوا؟ ايه هيك قالوا لي. حضرتك اخذ سند مدعوم لشو؟ لاسكان ولا شو؟ لا اسكان اكيد. من المؤسسة العامة للاسكان؟ صحيح. مفروض انه ياخذوا بعين الاعتبار الموضوع. هيدا ماشي، هيدا ما له عايزة. هيك قالوا لك بالبنك؟ نعم هيك قالوا لي. اف طيب هلا اني نحن تبقى خبرنا اي بنك تنحكي مع المؤسسه العامه بلكي بنحكى معهم. اوكي اهلا وسهلا فيك، لانه ما بعرف اذا في حدا على الخط باخده. الو. الو تفضل. الو تفضل مسيو تفضل. لا حكيت معك جون كلود، بدك تحولي لي يا مدام ريبيكا. ايه تفضل معك، انا جون كلود تفضل عم بسمع. مدام ريبيكا. نعم. ايه في عم انا كنت عم فكر في محطه شعر حلو على الفور مدام ريبيكا. نعم هي لازم تتسكر، تتسكر لانه تتسكر تنعمل مثل يحتوى كل المصابين القريبه على البور وبعيد عن الناس، وبعدين بلا طعمه حاطينها ثلاث طوابق مسافه 3000 متر. يعني هيدي فكره نحن بنعرضها. اهلا وسهلا فيك. باخذ كمان اتصال. الو. الو. في كتار عم يتواصلوا معنا انه ليش ما بيصير في اقفال لمراكز الالعاب، العاب يعني الاميوزمنت سنتر. ايه الو مدام تفضلي. الو بونجور. بونجور يعطيك العافيه. اهلا فيك تفضلي. مدام ربيكا بدي اسالك، في عندي معامله بالتعاونيه. ايه شو رقم للمعامله؟ 16177. اوكي لحظه اذا ممكن نحكيك. يلا بدي 16177-52. اوكي رح نسألك عنا. اهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال. الو. 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 الو تفضلي. وي بونجور مدام ريبيكا. بونجور. بليز ما بدي بس اسمي يطلع على الهواء بليز. اوكي ما سألتك مين اسمك، تفضلي شو عندك. اوكي بدي احكيكي بخصوص الضمان. اي هو في هلا الضمان حيسكر. كيف رح يسكر؟ ما بعرف بخصوص الاجراءات الامنيه يلي عم بتصير. اجراءات الاجراءات السلامه العامه. نعم نعم. هن ما عن حق، بس في شغله هلا انه انا اذا عندي راشته مثلا بتخلص ب 20 الشهر. نعم. وهن كانوا وهن بقيوا مسكرين ل 20 الشهر. انا اذا رحت رجعت على الضمان حيرفضوا لي اياها. لازم يعملوا شيء لكرمال ما ارجع اقدر روح عند الحكيم مدام وادفع حق الرشاده انا كمان مره ثانيه. مدام لقلك شو عم بيصير، ما طلع قرار باقفال كل المؤسسات العامه خصوصا المؤسسات يلي بتتعاطى مع الناس ودفع وغيره منهم الضمان، بس عم بيقول يعني الامين العام مجلس الوزراء اليوم
عم بيقول يكون في ناس بالمناوبة، يعني ما يكون في ضغط كتير. هلأ أكيد في ظرف استثنائي بعتقد بيكونوا أختين بعين الاعتبار هذا الموضوع، واليوم في عم يطلبوا ولأنه يومين تعطيل حتى يعقموا المكان. ما بعتقد اليوم رح ياخدوا قرارات إذا بدك يعني ما تعودي تستفيدي، عرفتي؟ بتمنى هيك على كل حال، بتمنى انه ياخذوا بعين الاعتبار الناس يلي لظرف ما قدرت اجت على الوقت لتقبض او لتقدم معامله او اي شيء. نحن بظرف استثنائي. كمان اتصال. الو الو الو. ايه الو. نعم اهلا. نعم. مسيو تفضل، شو عندك؟ تفضل احكي معك مدام ريبيكا. ايه اكيد اكيد تفضل. بدي في عندي موضوع انا من عكارة حقيقي هذا الحديث. نعم. في عندي ارض انا شركي انا وجماعه فيها رايدين يعني، ومعمر عليها انا بنا، عرفت علي كيف؟ نعم. ومخلص البناء وعلى سبيل وعلى طريق تنظيم مدني وكل شيء تمام، جيت بدي افرز وظبط الامور، قالوا لي بدهم يكون جارك هو يعني اللي معك بالعقار هو بده يكون مخلص عامل انتقال. نعم. وفي قرار من الدولة انه الانتقال لازم يكون على كل املاكه، هو عنده حوالي 15,000 متر، انا كل على بعضهم عندي 600 متر بهذا العقار. يعني انت مضطر تنطر خلص هذا العقار لوحده. اوكي، بدي اسالك عنها هيدي بالدوائر العقاريه، انا من عندي ما في اعطيك جواب، بس انه اذا هو مش عامل وما بده يعمل يعني انت شو ذنبك؟ خليني اسال عنها وبجاوبك. اهلا وسهلا فيك. كمان في اتصال؟ مدام ربكة كيفي؟ الحمد لله تفضل. زيد فضلك اعملي معروف، في عنا مشكلة بطريق جديدة. ايه؟ انه بيوقفوا صف تاني. في مطارح صارت عرف انه اخدين على حسابهم 3-4 سيارات بياخدوا صف تاني وما قالهم حق، يعني بيعمل عجق سير كتير كتير كتير. نحكي مع شباب البلدية بقولون نحن ما قلنا دعوة بدكم تحكوا مع الدرك. لا لا لا، شرطة السير تبع بيروت شو يعني بتنسق مع الدركي؟ ما بعرف، بس في شرطة السير بيروت. صدقيني ما فيك تمشي بالطريق. لا أنا نحن سيارات بيحطون بالطول، رح نبلغ أنا معه مسيو، رح نبلغ عنا لأنه بعرف قديش عم بيصير في مشاكل كمان تلاسن، مرات بتبلش تلاسن عم تنتهي بأمور نحن كلنا بغنى عنا بهالظرف الاستثنائي. بياخد اتصال كمان. ألو بونجور. بونجور، أنا دانيال أيوب، يعطيك العافية مدام ريبيكا. أهلا تفضل. وي بدي أحكي عن النقل العام. إيه يتعقم. فيما يخص بالكورونا اليوم. صحيح. والنقل العام اللي فيه من ما هب ودب من كذا جنسية. صحيح. من كذا مطرح من كذا مطارح. أنا طلبنا عم نطالب بتعقيمهم، يا يعني عم نطالب من امبارح عم بحكي، مفروض نطالب بتعقيمهم، حتى سيارات الأجرة، النقل كله مفروض يتعقم وتتخذ إجراءات معينة حتى نحمي حالنا ونقطع هالمرحلة الصعبة. يعني ملاحظتك بمحلها. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو ألو. بكل الحالات اليوم ألو، مفروض الدولة تعمل هي مناقصات للتعقيم. تفضلي مدام تفضلي. ألو بونجور مدام ريبيكا. ايه نعم بونجور تفضلي. وحياتك أنا عندي شكوى. شو هي؟ بالنسبة لشركة الكهرباء. ايه؟ حاطيننا نمرة انه اذا في شكوى عن الكهرباء 17-08 و17-07. ما بقى في 17-08 و7، هودي التغوا. انت باي منطقة مدام؟ بخلدي شوي فات. ايه انت في مقدمي خدمات، صار بكل منطقة في مقدم خدمات. هلأ مش قدام الرقم الشركة اللي عندكم بخلدي، بعطيك اياها بكرة بالبرنامج. 1707 و8 التغوا، صار اليوم في مقدمي الخدمات بكل محافظة، في مقدم خدمات عندهم رقم شكوى خاص فيهم. فهمتي علي؟ بكرة بالنسبة لخلد رح أعطيك الرقم، هلأ منه قدامي صراحة. كمان اتصال. ألو بونجور. بونجور، كيفك مدام ريبيكا؟ الحمد لله تفضلي مدام. بحياتك بدي أسألك عن رئيس الحكومة، شو بعد بده يفوت لنا على لبنان؟ كورونا فوتونا، موتونا من الجوع، ما بقى في أشغال، شو بعد بده رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية؟ لا ما بينزلوا عن كراسين ويحلوا عن الشعب اللبناني مدام، يعني بعد ما للأسف ما اتخذ قرار بإيقاف
بشكل تام المطار أو المعابر، يعني إن كان مرفق ومعابر. اليوم أهم شيء المعابر الغير شرعية تتوقف. هلأ في رحلات توقفت من بعض البلدان، في بلدان لا، بس بكل الحالات نحن مفروض هيدي الحكومة وغيرها، يعني كل مسؤول اليوم لازم يعزز ثقة الناس فيه بالدولة. إذا ما عندنا ثقة بالدولة شو ما عملوا ما رح يعجبنا. صورة اليوم نشوفها سوا. طبعاً الطاقم الطبي يلي اليوم عم بيستقبل وعم يهتم بالحجر وخصوصاً اللي أصيبوا بفيروس كورونا، يعني حيينا طلاب الجامعة اللبنانية كيت الطب، من حي كل الأطباء. اليوم حبيت حي الممرضين والممرضات اللي هن على تماس كمان مع هؤلاء الناس. بدنا نقول الله يحميهم والله يشفي طبعاً كل مصاب، والله يحمي لبنان. وبتمنى يعني أول شغلة الحكومة بدها تعملها هي تعزز ثقة الناس، ونحن منقدر نحمي حالنا إذا نحن تأيدنا بكل التعليمات يلي عم تصدر ولازم نتبعها، وكل وسائل الإعلام اليوم عاملتها شغلتها توصل كل المعلومات الصح، وما نروح بالإشاعات خصوصا على التواصل، دايما نتأكد من صحة الخبر. نلتقى بكرة، إلى اللقاء.